سيبدأ من دار السلام، وذلك على أمل قطع خطوة نحو دور مجموعات المؤهل لكأس العالم 2018. وإذا كانت الغيابات الهاجس رقم واحد أمام الناخب الوطني كريستيان غوركوف في صورة برهيمي وفيغولي اللذان لديهما وزن كبير في خطة التقني الفرنسي، فهذا الأخير أكثر ما يقلقه هو الحديث عن رحيله في كل مرة. الشيء الأكيد أن المياه عادت إلى مجاريها بين رئيس الاتحادية محمد راوراوا والمدرب السابق للوريون الفرنسي. الحصة التدريبية عرفت إجراء مباراة تطبيقية، حيث وقف الطاقم الفني على مدى جاهزية اللاعبين وكذا العمل على الجانب التكتيكي والكرات الثابتة. وعلى الصعيد التقني، فأخر الأخبار من تربص الخضر تقول بأن محور الدفاع سينشطه الثنائي عيسى مندي الذي سيعيد التوازن بعد عودته من الإصابة، إلى جانب كارل مجاني، وذلك في ظل رفض الناخب الوطني فكرة المغامرة ببن سبعيني. وعلى الأروقة سنجد غلام وزفان، دون أن ننسى عودة بلحي لعنين الخضر. من جهة أخرى، تضاءلت حظوظ مشاركة متوسط ميدان توتنهام الإنجليزي بن طالب الذي سيكون بديلا فاتحا المجال أمام عودة عدلان قديورة إلى جانب سفير طيدار في الارتكاز. صناعة اللعب ستوكل إلى وليد مسلوب، في حين خط الهجوم سيتكون من محرز، ولأول مرة سينشط على الجهة اليمنى كما هو الحال مع فريقه ليستر سيتي، إلى جانب سليماني كرأس حربة وكذا بالفضيل.